أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في هذا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتكلمنا عن الغيبة الصغرى، وقلنا أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف له نواب أربعة في غيبته الصغرى، وبينا أن هؤلاء النواب هم الواسطة بين الإمام وشيعته، وتكلمنا أيضا عن وظيفة النواب الأربع، وقلنا أن وظيفتهم نقل الأحكام الشرعية من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الشيعة، وكذلك من الشيعة بواسطة السفراء إلى الإمام. فمن لديه سؤال في هذا الخصوص فليتفضل. تفضل. لماذا اختار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هؤلاء السفراء؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ رضا عمار. أحسنت يا رضا. سأل أخوكم رضا أنه لماذا اختار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء السفراء الأربعة دون غيرهم، والجواب على هذا السؤال يقع في عدة نقاط أذكر لك ثلاثة منها. أولاً، اتصافهم بأعلى درجات الأمانة والثقة، وهذا يدل عليه قول الإمام العسكري عليه السلام حيث قال عن السفير الأول والسفير الثاني أنهما الثقتان المأمونان. والميزة الثانية، لم يكونوا واجهة اجتماعية بحيث تسلط عليهم الأضواء فيعرفهم الجلاوزة والسلاطين فيقتلونهم. والنقطة الثالثة، اتصافهم بأعلى درجات الطاعة والانقياد المطلق للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل. وبهذا الكلام ينتهي حديثنا، وصلى الله على محمد وآل محمد.